صباح الخير أعزائنا المشاهدين، بنرحب بحضراتكم وبرحب بزميلي الأستاذ محمد. صباح الخير أستاذ محمد. صباح أولى الخير. فقراتنا النهاردة الرياضية، وهنبتدي مع الأستاذ محمد. صباح الخير عليك أستاذ سامح، وصباح الخير على صباح جميع الخير. صباح الخير على جميع المشاهدين. لكن يا رب إن شاء الله الحلقة تنول إعجابكم. قبل ما نبدأ فقرتنا أحب أرحب بضيوف اللي مشرفينا النهاردة في الحلقة، كابتن محمد العص، أهلا وسهلا، لاعب منتخب السويس السابق وبرضه لاعب نادي السماد السابق، وحاليا هو المدير القطاع بمركز شباب التوفيق والمدير الفني للفريق الاول. اهلا بيك يا فندم. صباح الخير عليكم. صباح الخير. وكابتن طبعا محمود الخطيب، لاعب منتخب السويس السابق برضه والمدير الفني لاكاديميه كوبا ستار والمدير الفني للفريق 15 سنه بمواليد 2005 بمركز شباب التوفيق. اهلا وسهلا بيك يا فندم، منورنا النهارده. خلينا نبدا معاك كابتن محمد العص. زي ما حضرتك شفت منتخب الاولمبي كان ما شاء الله اداء مشرف، حضرتك ايه رايك في اداء المنتخب الاولمبي رغم حصوله للبطوله؟ والله بص، الاول نبارك للمنتخب الاولمبي. دايما الرياضه سعاد او اسعاد الشعب المصري دايما من الرياضه، ده رقم واحد. فاحنا الاول بنبارك للمنتخب الاولمبي، بنبارك له على المجهود المشرف اللي هو ظاهر بيه، بنبارك له على حصد البطوله، بنبارك للعيبه. حتى خدنا احسن لعيب كابتن رمضان صحي، احسن لاعب، فكل دوت ناتج واحسن حارس مرمى، فاحنا كل دوت وهداف البطوله. فانت لو هتبص على حضرتك على الناتج الكلي للبطوله فهي مشرفه بجميع المقاييس. طب انت كنت متوقع فعلا ان المنتخب يحصد البطوله؟ والله احنا لو حضرتك بمنتهى الصراحه، احنا ما فيش بطوله منتخب مصر اولمبي او الفريق الاول المنتخب الاول بيشارك فيها واحنا كل، ما فيش حد بيقول لك 100% احنا هناخدها، بس احنا دايما بيبقى عندنا ثقه في مدربينا، عندنا ثقه في اللاعبين بتوعنا، فالحمد لله رب العالمين دايما بيبقى فوق توقعاتنا ودي بتبقى احسن. فهم الحمد لله ما شاء الله لعيبه ممتازه، عملوا مباريات جميله جدا، جهاز فني محترم كان بيدير المباريات بمنتهى الاحترافيه. فاحنا الحقيقه اتبهرنا بمستوى اللعيبه، زاد ان عندنا لعيبه مبشره للفريق الاول. ما المنتخب الاولمبي سبورت الفريق الاول، صح. فدي حاجه هتبقى ما شاء الله دافع حلو للقطاع الناشئين، اللي احنا لو هنتكلم على القطاع الناشئين يبقى دايما برضك باصص سبورت المنتخب الاولمبي، وبعد كده لما توصل المنتخب الاولمبي بيبقى سبورت الفريق الاول. طب ده ياخدنا منتخب. كابتن بدون قطع كلام حضرتك، ياخدنا لنقطة مهمة قوي وهي موضوع الناشئين ولازم الاهتمام به سواء في الأندية أو في الأكاديميات. وأتجه بالسؤال لكابتن محمود وأقول له بالنسبة للأكاديميات يا كابتن محمود، عايزين نوضح إيه هي أهمية الأكاديمية وإيه الدور اللي بتقوم به عن النادي. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأكاديميات دورها الرئيسي اعداد اللاعبين، تعليم المهارات الاساسيه لكره القدم في الاجيال او الاعمار الصغيره. هي دلوقتي بقى الاكاديميات بتحل محل الانديه. كان من الاول تلاقي قطاعات الناشئين او الانديه، الاعمار من تحت، اللعب في الشوارع زي ما بنقولوا الكلام ده، الاكاديميات بتعوض الكلام اللي كان بيحصل زمان. فالاكاديميه دورها ان هي بتعلم وبتربي ناشئ للانديه. يعني معنى كده ان الاكاديميه ممكن يكون بتقبل لعيبه سنها اصغر من الانديه. بالظبط كده حضرتك. الاكاديميات المفترض هو من 4 سنين ل 14 سنه اللي هو اللعيب اللي لسه هيتعلم المهارات الاساسيه، ازاي باظي، ازاي يستلم، ازاي يعني ايه كوره اصلا. طب احنا ممكن نسمع اسم لعيب كبير بس يكون طالع من الاكاديميه فعلا؟ احنا ويسمع. احنا ما نقدرش نذكر لعيب طالع ممكن، هل ممكن؟ لكن ممكن نذكر المثال بتاع دوري بيبسي اللي هو بعد كده بقى نادي نجوم المستقبل، طلع نجوم زي رمضان صبحي ومحمد صلاح ونجوم كتير في الدوري الممتاز يعني. طيب كابتن من العص، هل في دوري مخصص لاكاديميات؟ بتعمل كل اكاديميه بتعمل، لازم تعمل دوري وبتعمل ماتشات وديه مع الاكاديميات الاخرى، ودي بتولد احتكاك، لان الناشئ بعد ما بدايات او اساسيات الكوره لازم يحتك ايه بالمباريات، هي المباريات اللي بتجيب اللاعب. بس انا في بس نقطه وحيده عاوز اعلق عليها بخصوص الاكاديميات، ما ينفعش لعيب سنه وصل عندي في الاكاديميه ان هو يلعب دوري واسيبه لسه في الاكاديميه، ما ينفعش. خلاص هو انا باهل اللعيب
من سن 4 سنين مثلا لغايه ما يتاهل ان هو يصلح يلعب في نادي. ما ينفعش يبقى السن بتاعه وصل ان هو يلعب دوري. يعني احنا بادئين دوري مثلا 2005 بدايه الدوري عندنا، فما ينفعش يبقى انا عندي في الاكاديميه لعيب عندي 2005 و2004 و2003 ده المفروض بيلعب دوري. معنى كده ان هو موجود في الاكاديميه كده شغل استثمار مش شغل تربوي ولا شغل رياضي خالص. كابتن محمود الخطيب، اتفضل. كابتن محمد القص بيقول لك تاهيل اللاعبين، هل الاكاديميات فعلا مؤهله من جميع النواحي لتاهيل اللاعبين؟ مدربين، اسعافات اوليه، الكلام ده كله؟ بكل تاكيد ما ينفعش اصلا الكلمات تشتغل لما اكون واخد تصريح من نقابه المهن الرياضيه والمدربين يكونوا حاصلين على الدورات اللي يأهلهم ان هم يدربوا او يشتغلوا مع ان هو يعلم نشأ او ان هو يعلم لاعب كره قدم. لازم يكون حاصل على الدوره الاساسيه طبعا الخاصه بنقابه المهن الرياضيه، وبعد كده دورات الاتحاد زي الرخصه سي والرخصه بي والرخصه اي. ثانيا حته الاسعاف او الاجراءات الطبيه والكلام ده كله، مفترض ان كل اكاديميه او معظم الاكاديميات فيها راجل مسؤول عن العلاج، لو حصل حاجه لعيب اتصاب لعيب اتخبط الكلام ده كله يقدر يعملوا الاسعافات الاوليه. واحنا كمدربين بندرس في الدورات بتاعتنا بناخد جزء عن الاسعافات الاوليه للاعبين داخل الملعب. تمام. اتفضل. طب كابتن محمد، احنا عارفين الاكاديميه او الاكاديميات عموما فيها نوعين. نوع بيهتم بمهاره اللعيبه واختيار لعيبه وتنشئتهم في كل المجالات على احسن وجه عشان يقدم صوره طيبه او يقدم لاعب متميز للانديه ان هو يقدر يدعم للمنتخب. وفي نوع تاني من الاكاديميات بتعتمد على الاستثمار فقط بالنسبه للعيبه. صح. يعني بتبقى حاجه تجاريه. هل في حاجه تحمي اولياء الامور بالنسبه للعمليات اللي بتتم باسماء لعيبه وهميه او باسماء انديه، ان هو بيقول انا اسمي او تبع نادي كذا او تبع نادي كذا وبيتنصب عليهم بمعنى او علشان اسم النادي او اسم اللاعب اللي بيبطل كوره ويفتح اكاديميه، هل في حاجه تحمي اولياء الامور دول؟ والله اولا حلو السؤال اللي حضرتك طرحته. اولا لازم اوعي ولي الامر. لو عرف ولي الامر من ألف بداية الأكاديمية لغاية ما يسنوا المعين، ده السؤال اللي أنا اللي قلته من شوية، إن ما ينفعش لعيب يبقى موجود عندي من الأكاديمية لغاية ما سنه يوصل لدوري ويبقى موجود لسه في الأكاديمية. فأولي الأمر لازم يبقى عنده الحتة دي، يبقى فاهمها إن أنا ابني في الأكاديمية المعينة بيتعلم أساسيات الكورة، بعد كده بيخش بقى تدريبات معينة، بيحفظ جمل معينة، بيبتدي يلعب ماتشات ودية، بيبتدي يتعمل الدوري لكل أكاديمية على حدة. فلازم ولي الأمر يبقى فاهم قصة ابنه، ما يسيبوش للأكاديمية اللي هو سايبه فيها وهم يتعاملوا معاه، لأن مع الأسف في أكاديميات محترمة وفي أكاديميات بتتعامل شغل استثمار عاوزة فلوس وخلاص، ما يهمش اللعيب بقى يلعب دوري، لا هو بيجيب له كام في الشهر. ففي اكاديميات طبعا احنا الا ما رحم ربي، يعني احنا معظم الاكاديميات طبعا محترم، بس في اكاديميات يعني دايما استثمار في دماغ. فانا دلوقتي المفروض، وفي اكاديميات ما شاء الله، يعني في اكاديميات انديه بدون ذكر اسماء عندها اكاديميات ما شاء الله محترمه بتاهل اللعيب لغايه ما بيوصل لسن الدوري، فبياخده زي تفريغ، ياخده من الاكاديميه بتاعته خلاص هو مؤهل ان يلعب دوري، فهو ده النجاح. فانا ما ينفعش يبقى في اكاديميه باخد منه فلوس وبقبض منه فلوس وما العبش دوري. انا الحاجات دي بصطدم بيها فعندي في النادي كمدير قطاع، ابص الاقي لعيبه جاي من اكاديميات عايزين منهم مبلغ معين عشان يلعب في دوري تبع اتحاد الكوره، فانا بصطدم بالمبالغ اللي بيطلبوها منه. فانا يعني طبعا الواحد بيستحرم بيشوف الحالات ديت، فيعني حرام، فالمفروض يبقى في كنترول شويه على الاكاديميه. طيب ده هيجي لنا لسؤال تاني مرتبط. طيب. بس سؤال عكسي. السؤال العكسي ازاي ان احنا نحمي الاكاديميات، لان الاكاديميه بتبقى صرفه على الناشئ، بتبقى مربياه مؤهلاه ان هو يلعب في نادي. الطفل او الناشئ ده هيروح لنادي هيمضي فيه، فين حق الاكاديميه؟
ايه اللي يحمي الحق، يعني يحمي حق الاكاديميه؟ والله بص حضرتك، طول ما اللاعب موجود في الاكاديميه والاكاديميه مش باخلة عليه باي حاجه من نواحي فنيه، من بردك الناشئ الصغير او اللعيب الناشئ الصغير ده بيبص بردك للاكاديميات الثانيه من بردك، من مظهر، من لبس، من بيروح يلعب فرق في محافظات ثانيه. انا قصدي حاجه، انا جاي لحضرتك، ما انا بص انا بردك ايه عاوز اجيبها لك بردك شامله. فهو لما طول ما انت متحكم في النقطه ديت، اللعيب موجود معاك. انا دلوقتي عندي لعيب وعندي مدربين على مستوى عالي، اللعيب مستواه بيعلى وليه الامر فرحان بابنه، بعمل ماتشات واحتكاكات، انا ايه اللي خليني اخد اللعيب وامشيه؟ لا انا قصدي برضو حاجه تانية، ما هو ممكن اللاعب ده كابتن محمود، ممكن اللاعب ده ياخد بعضه ويطلع على النادي يمضي. الاكاديميه ملهاش اي يعتبر اي علاقه بيه، او وحق الاكاديميه دي هيروح. تمام. هو صدر قانون قريب من اتحاد الكره ومن الشباب والرياضه للاكاديميات، بينظم الدور ده وبيدي حق للاكاديميه ان اللعيب يقيد ويبقى تابع الاكاديميه ومقيد في اتحاد الكوره ان هو اكاديميه كذا. والموضوع ده نابع من ترخيص الاكاديميات نفسها، لان معظم الاكاديميات شغاله من غير تراخيص، مش كله شغال بتراخيص. فدلوقتي هيدي النقطه، فدلوقتي بقى الكلام كله ان لازم الاكاديميات كلها ترخص، لازم المدربين يكونوا مؤهلين، لازم المدربين تكون حصانين على الدورات، وزاره الشباب والرياضه، اتحاد الكوره، نقابه المهن الرياضيه، لازم الثلاث جهات يوافقوا على الاكاديميه وعلى المدربين ويبقى في متابعه دايما. فالقانون ده ادى الحق للاكاديميه ان هي تايد اللعيب تبعها في اتحاد الكوره، فبالتالي اللعيب مش هيقدر يتحرك من الاكاديميه الا عن طريق اتحاد الكوره. طب في سؤال مثلا بيدور في دماغي دلوقتي، اتفضل. بيدور في دماغ جميع المشاهدين، انا دلوقتي عندي ابن، اوديه الاكاديميه ولا اوديه نادي، انهي الافضل؟ حضرتك الاكاديميه المفترض ان هي حاجه بتعلم من 4 سنين، ده انا بعلم اللعيب يعني ايه كوره اصلا في الاساس، بعد كده يدخل على المهارات الاساسيه، الباص ده في الاكاديميه، في الاكاديميه الباص، النادي ما بيعلمش كده، استلام، النادي حضرتك بيستقبل من اول 14 سنه يبتدي الدوريات الرسميه، ما بياخدش الاعمار الصغيره، النادي بياخد من اول 14 سنه اللي هو يبقى ليه موسم ليه دوري يبدا، ما دي النقطه اللي انا بتكلم فيها. فالاكاديميه بتنمي اللعيب لغايه اما يوصل لسن ان هو ليه بطوله او ليه دوري يبتدي يشترك، انما انا ابقى اعيده عشان بتربح من ورا منه، فدي الكارثه اللي احنا بنواجهها. تمام. نرجع تاني المنتخب الاولمبي، ايه اللي خلى المنتخب يظهر بالروح دي والاداء ده؟ التعاون، الحب، يعني لو كل اكتر حاجه احنا كلنا خدنا بالنا منها ان المنتخب الاولمبي اللعيبه بتحب بعض جدا، الجهاز الفني مع اللعيبه حاجه واحده، ودي طبعا من عوامل النجاح، وتحت منها حط 100 خط، فكان في حب وكان في اخلاص، كان عاوزين يفرحوا جمهور مصر، والحمد لله قدروا، والحمد لله يفرحونا ويفرحوا الوطن العربي كله. فالعوامل الرئيسيه الحب والاخلاص والاجتهاد، وما فيش حاجه اسمها ان انا يعني في ماتشات كان ممكن تروح مننا، بس عزيمه اللعيب المصري، الروح، الروح اللي احنا بنتكلم، والاصرار ان انا البطوله بتاعتي. في عامل مهم جدا، الجمهور، ده اساسي، ده رقم واحد، الجمهور طبعا ده اساسي. وجود كابتن شوقي غريب، وجود كابتن شوقي غريب. خلينا نقف بس عند كابتن رمضان صبحي شويه. شاف كابتن محمد العص، شفنا اداء رمضان بمعدل ثابت ما شاء الله في كل المباريات، المجهود البدني برضه ثابت ما بيقلش، ده ممكن رجع يكون لايه مثلا من وجهه نظرك؟ اولا كابتن رمضان صبحي، يعني انا من وجهه نظر إن شاء الله ابتدى ما شاء الله، يعني يتعرف هو سن 14 سنه وكان دايما الكابتن محمود الخطيب حتى في برنامج مذاع، وكابتن رمضان صبحي كان عنده حوالي 14 سنه، قال له انت هتبقى من اللعيبه المهمه جدا في مصر، ده فعلا وقد كان شفتها. فهو ما شاء الله، اولا موهبه دي بتاعت ربنا، اتنمت بقى. هل برضه اللي هو العامل الرئيسي اللي ممكن يكون ادى رمضان للجهد ده، الاداء العالي ده، ان هو ما اتخذش في المنتخب الاول فحب يثبت نفسه في المنتخب الاول؟ طب احنا ممكن برضك نصغها بحاجه تانية، ممكن ان انا برضك ممكن يكون هو برضك الراجل اجتهد على نفسه عشان برضك ما حصلش بالنجاح اللي هو المطلوب منه، واللي احنا كنا مستنينها من كابتن رمضان صبحي لما احترف بره، لان احنا كلنا قلنا ان هو هياخد نفس الطريق بتاع كابتن محمد صلاح، فممكن دي يبقى دافع اقوى طبعا مع منتخب مصر، ان انا ازاي ما اخدش حظي كما انه كان لاعب الاول في منتخب مصر الاول، بعد كده نزل الاولمبي.
فقصه الاحتراف بردك اكيد عامل ضغط عليه ضغط نفسي، والحمد لله جيب الاجاب على المنتخب الاولمبي، ومن وان شاء الله باذن الله، وانا متوقع ان شاء الله ان الكابتن رمضان صبحي هيرجع تاني الاحتراف الخارجي، وان شاء الله هيروح له انديه، يعني هيروح لانديه اكبر من النادي اللي هو كان فيه في انجلترا. فاحنا كلنا منتظرين منه ان شاء الله، يبقى مش عاوزين محمد صلاح بس. طب شايف حد عندنا عندنا رمضان صبحي، عندنا كذا لعيب مبشرين ان شاء الله ان هم، يعني في حد في المنتخب الاولمبي مثلا تتوقع له انه يحترف بره غير رمضان، غير يعني يحترف انديه اوروبيه؟ في لعيب، في لعيبه كتير، في عندك هداف نادي الزمالك ما شاء الله، ومستقبل هدافين الزمالك كابتن. طب هنيجي بقى كابتن محمود بالنسبه لمصطفى محمد. تمام. مصطفى محمد لاعب برز من ناشئين الزمالك، هداف فرود في الوقت اللي نظر فيه جدا الفراود، يعني حضرتك لما تيجي تتكلم على المنتخب الاول دلوقتي، تمام، بنلعب بكهربا راس حربة، تمام، هل ده مظبوط؟ يعني في الوقت اللي كان فيه احنا عندنا في وقت من الاوقات كان عندنا كابتن حسام حسن، عندنا كابتن ميدو، كابتن عماد متعب، كابتن عمرو زكي، عمرو زكي، الفراوده دي كلها موجوده. هل يعقل ان مصر كلها فوق ال 100 مليون ما عندناش فرود واحد؟ خلينا نتفق ان احنا عندنا مشكله في حته الفراوده في الفتره الحاليه، ايام الكابتن حسن شحاته او الفتره حضرتك ذكرتها، وحضرتك ذكرت موجود كابتن ميدو، احمد حسام ميدو احتراف، وراجل موجود، موجود عماد متعب، موجود كابتن عمرو زكي، كابتن حسام حسن، كابتن حسام حسن طبعًا. تاريخ طبعا. فبتتكلم في جيل موجود فيه لعيبه اثنين ثلاثه، لكن حاليا يعني عندنا ندره في الفراوده. فانا اعتقد ان الكابتن مصطفى محمد هيبقى له دور قوي جدا في الفتره القادمه في الفريق الاول، في المنتخب الاول. طيب احنا بنشكر حضراتكم، وبنقول للساده المشاهدين خليكم معانا في فقرة تانية جاية، وبشكر زميلي الأستاذ محمد. شكرا أستاذ سامي، وفرصة سعيدة ليكم، نشكر المشاهدين كلهم. شكرا أستاذ سامي. شكرا.